اجينا كنا ثالثيام جروب بور لي دو ولا بدا طبيعي هذا واحد شكرا هذا واحد الحدث التاريخي في المكتب الوطني المغربي للسياحه اللي هي انطلاق حمله ترويجيه عالميه للعلامه التجاريه المغرب كعلامه سياحيه تحت الرعايه تحت القياده المتبصره لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. المغرب هو بلد متجدر في تراثه وفي تاريخه وكذلك بلد منفتح على العالم وعلى المستقبل، والمغاربه كلهم فخورين بهذا المغرب بهذا المعالم وتبغيو يخليو لنا المسافرين العالميين يكتشفوها. وهذه هي الفكره اللي درنا في هذه الحمله الترويجيه اللي غادي تكون غدا ان شاء الله في غدا الجمعه 22 ابريل في اكثر من 20 دوله عالميه، تقريبا جميع الدول الاوروبيه، الولايات المتحده الامريكيه، الشرق الاوسط، اسرائيل وافريقيا، واللي غتكون في جميع القنوات ديال التواصل، اولا القنوات الرقميه، التلفزه، الاعلانات وكذلك الصحافه العالميه.